والضربة الركنية الخامسة وهجوم مكثف للفريق البرازيلي، وأصبح هناك اعتماد على الركن الأيسر عن طريق اللاعب النشيط ليوناردو رقم 16. البرازيل تهاجم، روسيا تدافع. بيبيتو القائم البعيد، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق روماريو. روماريو يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 26. ضربة الركنية الخامسة تسفر عن الهدف الأول. أترككم مع الفرحة والصوت والجمهور. في العرض البطيء نشاهد الضربة الركنية والأسلوب الثالث لروماريو الذي بالوجه الخارجي للقدم يضع الكرة على شمال ديمتري كارين محرزا الهدف الأول. إذن النتيجة تقدم البرازيل بهدف واحد مقابل لا شيء، سجل اللاعب روماريو.